بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. كنتمناكم تكونوا في أحسن الأحوال. كيف ما وعدتكم في الفيديو السابق، غنحضروا مع بعض حلوة الكريم أو طورتة عيد الميلاد بطريقة سهلة جدا، بشكل ومذاق خرافي ولذيذ بزاف بزاف. متأكدة أنه غيعجبكم، بثلاث طبقات مختلفة، كل طبقة ألذ من الأخرى. يعني في نفس الفيديو غنشارك معكم ثلاثة الأنواع ديال الليموس، لاموس ديال نيوتيلا، لاموس ديال الشوكولاتة البيضاء، ولاموس ديال الفراولة بجينواز ناجحة 100%. تابعوا الفيديو للأخير باش تعرفوا على مراحل التحضير. وبسم الله على بركة الله، في الفيديو السابق كنت شاركت معكم الطريقة الصحيحة لتحضير لا جنواز أو لا الكيك الإسفنجي بطريقة مضبوطة وبمكونات وبمقادير اللي هما مضبوطين بدون محاسن وبدون خميرة. كنتحصلوا على واحد الكيك إسفنجي أو لا جنواز اللي كتجي عالية وما كتهبطش نهائيا من بعد ما كنخرجوها من الطهي. بالنسبة للمتابعين اللي مازال ما شافوش الفيديو، كنصحكم أنكم تشوفوه لأنه الفيديو كله نصائح ومعلومات مهمة باش تنجح معكم هاد الوصفة. هنا من بعد ما وضعنا لا جنواز في الثلاجه، كيف ما قلت لكم لا جنواز ما كنخدموش نهائيا بها في نفس النهار، ضروري كنغلفوها في واحد بلاستيك غذائي وكنوضعوها في الثلاجه ليله كامله هكذا، باش ملي كنكونوا كنقطعوها ما كتفتتش، كتجينا ساهله في التقطيع، ويعني الكريمه ملي كنوضعوها فيها كتكون متماسكه وكنتحصلوا على نفس المذاق اللي كيكون في الحلويات لاكريم اللي كناخذوهم في الباتيسريات. انا هنا غادي نقطعها على أربعة. بالنسبه للطريقه ديال التقطيع فهي سهله جدا، ممكن تقطعوا بالسكين اولا بالمنشار الخاص بتقطيع لا جينواز اولا بالخيط الا كنتو متمكنين منه. هنا بما ان لا جينواز عندي فيها 9 سنتيم في الارتفاع، فانا هذيك 9 سنتيم غنقسمها على أربعة. وباش كتجيني سهله غادي نقطع هاد لا جينواز في الاول على اثنان، وكل نصف غادي نقطعه كذلك على اثنان، باش كنتحصل على أربعة ديال الطبقات اللي كيجيوني كلهم متساويين. من بعد هنا غادي ناخذ اول طبقه، غادي نوضعها في طبق ديال التقديم وغادي نوضعوا الاطار. هنا غتلاحظوا بانه الاطار ما غاديش يبغي يثبت لي على القطر اللي عندي ديال هاد الكيك، هذا علاش خديت واحد الشريط وانا نعقده جيدا باش كياخذ لي القطر ديال هاد الكيك. ونمروا باش نحضروا اول طبقه، غادي نحضروا لاموس ديال الفراوله. هنايا في واحد الزلافه فيها المبارد غادي نوضعوا ورقه ديال الجيلاتين. بالنسبه للوزن ديال الورقه واحده فهو 5 غرام، وغادي نخليها حتى كتطلق ليا جيدا. في نفس الوقت غادي ناخذوا الكونفيتور ديال التوت اولا المربى ديال الفراوله. انا خديت بالضبط هذا النوع، ومن الافضل تاخذوا داك النوع الاخر اللي معروف لانه اللون ديالو كيكون احمر وكيكون زوين بزاف. بالنسبه لهاد القرعه اولا القنينه في الوزن ديالها كنظن 430 غرام، وحنا حاجتنا ب 250 غرام، يعني غناخذ اكثر من نص ديال القرعه. غادي نوضعها في كاسرونه ومباشره غادي نوضعوها فوق النار، غنخلي هاد المربى حتى كيسخن ليا تماما. ومن جهه اخرى غادي ناخذ 150 مليلتر ديال الكريمه السائله. الكريمه الا ما كانش عندكم محلات غادي تضيفوا ليها السكر، يعني سكر ثقيل. وهنايا غادي نطربها فقط غير 50%، ما تطربوهاش 100% باش هذيك لاموس كتجينا كريميه وكتجينا زوينه بزاف. هنا من بعد ما زولنا الكاسرول من النار، هنا كنأكد ان المربى ضروري خاصو يكون ساخن باش ملي كنوضعوا فيه هاد الجيلاتين كيذوب جيدا. هنا كنصفي هذاك الجيلاتين من الماء وغادي نوضعوه في المربى وكنخلط جيدا باش كيذوب ليا الجيلاتين مزيان. هنا ممكن انكم تعوضوا المربى ديال الفراوله بالفراوله الطازجه، يعني غادي تاخذوا واحد 250 غرام ديال الفراوله اولا ديال التوت، كتغسلوها جيدا، غتزولوا ليها هذيك القبعه، كتقطعوها كتبدعوها في واحد الكاسرول مع 60 غرام ديال السكر ومعلقه كبيره ديال العصير ديال الليمون الحامض، وكتخليوها حتى كيتحول ليا هذا الخليط المربى صافي، وكتخدموا بها. هنايا من بعد ما خلطت هادشي جيدا، بالنسبه للخليط ما تضيفوش وهو ساخن على الكريمه، خليه حتى كيبرد واحد شويه، ما يبردش ثاني 100%، يبرد لنا غير واحد شويه عاد كنضيفوا لهذيك الكريمه اللي طربناها من قبل. صافي وغادي نخلط هاد المكونات جيدا مع بعض. وبما انه يعني هاد المربى ما عطانيش هذاك اللون اللي بغيت، هذا علاش غادي نضيف شويه ديال الملون. انا هنا كان عندي ملون وردي ما توفرش عندي الاحمر، هذا علاش غنضيف واحد شويه. صافي وكنخلط جيدا، وفي كل مره كنزيد
هذا الملون على حسب درجة اللون اللي بغيت انا. هنا واحد الملاحظة عفوا مهمة بالنسبة لهذا لاموس ديال الفراولة، الا كنتو غادي تستهلكوا هاد الحلوة في نفس النهار غادي تستعملوا جوج اوراق ديال الجيلاتين، ورقة واحدة راه ما كافياش. اما الا كنتو غادي تخليوها في المجمد وغتستهلكوها احسن اليوم تسهلي، غادي تكتفيوا فقط غير بورقة واحدة كيف ما حضرتها معكم دابا. صافي هادشي ملي كنخلطو مزيان، هادشي ملي كنخلطوا هاد اللاموس جيدا غادي نوضعوها فوق الطبقه ديال الكيك. هنا راه الكيك ممكن انكم تسقيوه، انا ما سقيتوش، ممكن تسقيوه بالحليب او بالسيرو ديال الحامض. صافي غادي نخلي هاد الكريمه حتى كتماسك جيدا، الا كنتم مزروبين بالحلوى غادي توضعوها في المجمد حتى كتماسك لكم هاد الكريمه، عاد غادي توضعوا الطبقه الاخرى ديال الكيك. ما توضعوش الطبقه الاخرى ديال الكيك وهاد الكريمه ما متماسكاش، لانه هذيك الكريمه كلها غادي تطلع لكم مع الجوانب. انا هنا من بعد ما شدات فراسها مزيان غادي نوضعوا الطبقه الثانيه ديال لاجنواز، ونمر مباشره باش نحضروا لاموس ديال الشوكولاتة البيضاء. وبنفس الطريقة غادي ناخد كذلك واحد 150 غرام ديال الكريمة السائلة، كريمة ضروري خاصة تكون باردة جدا باش يعني كتطرب بسرعة، وغادي نطربها كذلك 50% فقط لا اكثر، ما تطربوهاش اكثر من هكذا باش ليموس كيجيو القوام ديالهم زوين. غنحتفظ بها جانبا. وفي واحد الاناء اخر غادي ناخذ 150 غرام ديال الشوكولاته البيضاء، ضروري الشوكولاته تكون نوعيه جيده باش لاموس تجيكم بنينه، وغادي نضيف عليها 100 مليلتر ديال الكريمه السائله، والكريمه السائله خاصها تكون ساخنه ولكن ما توصلش نهائيا لدرجه الغليان. وغادي نضيف واحد الورقه ديال الجيلاتين من بعد ما وضعتها في الماء بارد حتى طلقت، عاد غادي نضيفوها. وهنا كنخلط بسرعه. هنا بالنسبه للاموس ديال الشوكولاته البيضاء راه ماشي بحال لاموس ديال الفراوله، هذه بسرعه بسرعه كتجمع، هذا علاش التحضيرات كلهم تكونوا محضرينهم والكيك تكونوا واضعينه في المكان ديالو، باش غير تخلطوا هاد الكريمه توضعوها مباشره فوق طبقه ديال لاجينواز. صافي هنا من بعد ما خلط جيدا هاد العناصر غادي نوضعهم مباشره فوق الكريمه. صافي وغادي نخلطوها مزيان، كيف ما لاحظتوا راه بسرعه كتجمع. غادي نخلطها مزيان ومباشره غادي نوضعوها فوق طبقه ديال لاجينواز. وكيف ما قلت لكم من قبل راه ممكن انكم تسقيو هاد لاجينواز باش كتجيكم طريه اكثر. وبنفس الطريقه غادي نوزع هاد الكريمه جيدا، وغادي نخليها حتى كتماسك وحتى كتشد فراسها، عاد كنوضعوا الطبقه الاخرى ديال لاجينواز. وفي الاخر ديال الفيديو غتكون واحد الملاحظه مهمه بالنسبه للترتيب ديال الطبقات، فتابعوه للاخير باش تعرفوا على النصائح كلهم اللي غادي نعطيهم لكم. صافي هنايا غادي نوضعوا هاد الطبقه ديال لاجينواز، وغادي نمروا باش نحضروا لاموس ديال نيوتيلا. وكذلك بنفس الطريقه غادي ناخذ واحد 150 مليلتر ديال الكريمه السائله، كريمه اللي كتكون بارده كنطربها، وهما ليموس هاد لي تخوا موس كيتحضروا تقريبا بنفس الطريقه. ملي كنطربها 50% غادي ناخذ 70 غرام ديال الشوكولاته السوداء اللي كتكون نوعيه جيده، غنضيف ليها 100 مليلتر ديال الكريمه اللي كتكون ساخنه، وغادي نضيفوا جوج معالق كبار ديال النيوتيلا ما يعادل 80 غرام. الا ما كانتش النيوتيلا متوفره عندكم غادي تستعملوا 150 غرام ديال الشوكولاته السوداء. وغنضيف كذلك واحد الورقه ديال الجيلاتين من بعد ما وضعتها كذلك في الماء البارد حتى طلقات مزيان. صافي غادي نخلط هادشي كله مزيان، ومن بعد غادي نوضعهم فوق الكريمه اللي طربناها من قبل. ودائما هذا الخليط ما تضيفوهش وهو ساخن، خليه حتى يبرد واحد شي شويه باش ما يهبطش لينا القوام ديال الكريمه. صافي غادي نخلط هاد الكريمه مع بعضها مزيان، ومباشره كذلك غادي نوضعوها فوق الطبقه ديال لاجينواز. هنايا غادي تلاحظوا بانه ما قدنيش هنايا هاد الكريمه ما قدتنيش، لانه الاطار كان شي شويه حاضر، هذا علاش غادي نعلي هاد الاطار شويه، ولكن بشرط خاص الطبقات كلهم يكونوا باردين مزيان. انا راه في كل مره كنوضع طبقه ديال لاموس كندخل هاد الحلوه كندخلها للمجمد باش كيتماسكوا بسرعه على حسب التصوير باش نكمل بسرعه. الا كنتو غادي تحضروها بنفس الطريقه اللي حضرتها انا غادي تعليو شي شويه هاد الاطار، اما الا كان عندكم اطار كبر من هذا استعملوه.
صافي. هنا غادي نوضع اخر طبقه، كنغطي بالبلاستيك وغادي ندخل هاد الحلوه المجمد، كنخليها حتى كتماسك جيدا. من بعد ما تماسكت ليا هذوك الطبقات جيدا، غناخذ واحد المنديل اللي كنوضعو في الماء اللي كيكون ساخن جدا، كنوضعو في الجوانب ديال هذا الاطار باش كيسهل عليا انني نزولو. صافي، من بعد غادي نوزعوا الكريمه. هنايا خديت واحد 250 مليلتر ديال الكريمه صافي وطربتها، وهي اللي غادي تكفيني في هذه الحلوه كامله. هنا كنوضعوا الكريمه في السطح، كنوضعوها كذلك في الجوانب وفي هذوك الاماكن اللي كيكونوا فيهم يعني خويات، اللي ما كيكونوش مقادين، كنعمرهم جيدا بالكريمه باش ملي كنكون كنليسيها كتقاد ليا مزيان، يعني ما كيكون فيها حتى شي ديفو. صافي، من بعد غادي ناخذ واحد 80 مليلتر ديال الكريمه، غادي نضيف ليها 80 غرام ديال الشوكولاته البيضاء، غادي نوضعهم على نار متوسطه حتى كتذوب ليا هذيك الشوكولاته جيدا. وهنا غادي نضيف ملون وردي، وانتم كتحكموا في الدرجه ديال اللون ديال هاد الخليط. صافي، كنخلطوا هنايا جيدا، وضروري هاد الخليط غادي تصفيوه جوج مرات ثلاثه المرات حتى كيمشيو هذوك الحبيبات ديال هذاك الملون وكنتحصلوا على خليط اللي كيكون صافي. صافي، هنايا من بعد ملي صفيت هذا الخليط غادي ندير هاد الدميعات، ومن الافضل تخليه حتى كيبرد شويه هاد الخليط باش هذوك الدميعات ما كيهبطوش حتى للاسفل وكيبقاو مقادين. غادي نزينو بهاد الوريضات وغادي نوضعو هذوك الحجيرات، وكان هذا هو الشكل النهائي. بالنسبه للترتيب ديال الطبقات، فانا كنفضل انكم ديروا لاموس ديال الشوكولا هي الاولى، لانه لاموس ديال الشوكولا جات شي شويه عاقده اكثر، ولاموس ديال الشوكولاته البيضاء شويه، اما لاموس ديال الفراوله عاقده ولكن ماشي بحالهم، هي شويه مرخوفه. هذا علاش لاموس ديال الفراوله خليوها هي الفوقانيه. كانت هذه هي وصفه اليوم، كنتمنى فعلا انها تنال اعجابكم. الى جربتوها خليوا لي رايكم في التعليق، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم. الى اللقاء.